السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيبين، هنبدأ دلوقتي حاجة إن شاء الله. طيب احنا اخر حاجه كنا وقفنا عندها، احنا في المحاضره اللي قبل اللي فاتت خدنا الليست، والمحاضره اللي فاتت خدنا اللينكد ليست، وقلنا الفرق ما بينهم ان الليست انا بعملها على اري، السايز بتاعها بيكون ثابت، لو عايز ازود السايز فبالتالي بضطر احجز مكان في الميموري تاني وانقل فيه الليست القديمه بعد ما اكون عملت دوبليكيشن او اكتر للسايز نفسه، فده بيكلفني كوست كبير. واتكلمنا على الاوبريشن اللي موجوده في الليست ان جنرال، هي الاز امتي والاز فول والكلير والسايز والانسرت بيجن والانسرت اند والانسرت بتوين والسيرش، واتكلمنا على مجموعه فانكشناليتي وقلنا كل فانكشن الاوردر بتاعها ايه. واتكلمنا على المشاكل اللي موجوده في الليست وازاي اللينكد ليست حلتها. اللينكد ليست بتشتغل عن طريق ان كل نود قائمه بذاتها، وببدا انا اركب النود دي مع بعضها من خلال اللينكس بتاعتنا اللي هي النكست، والهيد بتاعي هو اللي بيبقى ماسك بدايه الليست بتاعتي او اللينك ليست بتاعتي، وسواء كان عندي تيل او ما عنديش تيل في اللي هو بيبوينت على اخر نود موجود. واتكلمنا على الفانكشناليتي اللي هي موجوده في اللينك ليست زي بالظبط اللي هي موجوده في الليست والاوردر بتاعها، وان انا لو عايز ابرنت كل الداتا ببدا اعمل بوينتر واتحرك على الليست او اللينك ليست نفسها من اول لهيد لغايه ما اوصل للمكان اللي انا عايزه او اعدي على الليست كلها. اللي خدناها المره اللي فاتت حاجه اسمها سنجل لينك ليست. يعني ايه سنجل لينك ليست؟ ان انا لو جينا شكل اي نود بالشكل ده، كل نود بتبوينت على اللي وراها، مين النكست بتاعها، مين النكست بتاعها. فكلمه سنجل جاي ان انا عندي سنجل بوينتر اللي هو النكست نود او اللينك. دي كلمه سنجل جاي من هنا. هنتكلم على طريقة تانية لللينكد ليست اللي هي دبل لينكد ليست. نفس الفانكشناليتي بس الاختلاف ان انا النود هتبقى واخدة الشكل ده. واخدة الشكل ده. ان النود هنا هيبقى فيها ثلاثة ايتم، الداتا بتاعتي نفسها اللي هي قلنا ممكن تكون انتجر، ممكن تكون كاركتر، ممكن تكون سترينج، ممكن تكون اوبجكت او ايا كان الداتا شكلها عامل ازاي، وفي عندي اثنين بوينت. واحد بيقول مين النكست بتاعي، واحد بيقول مين البريفيس بتاعي كل نود. في السنجل لينكد ليست كان عندي النكست او اللينك فقط لا غير. فلو جينا نبص مثال هنا، الهيد بيشاور على الفاليو اللي هي 6. طب مين النكست بتاع الستة؟ الخمسة. طب مين البريفيس بتاع الستة؟ ملهاش لان دي اول نود. طب لو جينا للخمسة، مين النكست بتاعها؟ الثمانية. مين البريفيس بتاعها؟ الستة. فهتلاقي عندك هنا اثنين بوينتر، واحد يمثل لي مين النكست بتاعي اللي هو ده، واحد يمثل لي مين البريفيس بتاعي اللي هو ده. اخر نوت هنلاقي النكست بتاعها مفيش لانها اخر واحده. مين البريفيس بتاعها؟ اللي هي الخمسه. الهيد بيشاور على اول واحده، ده الطبيعي بتاعنا ان الهيد على طول بيشاور على اول بدايه الليست بتاعتي، والتيل بيشاور على اخر نوت عندي. فانا هنا الفرق الوحيد ما بين السنجل لينكد ليست والدبل لينكد ليست ان السنجل لينكد ليست بيشتغل بالنكست فقط لا غير، اما الدبل لينكد ليست بيشتغل بالنكست بريفكس. ايه ميزه الكلام ده؟ ان انا لو كنت واقف في التيل سي وعايز ارجع لنود قبليه، كنت بضطر في السنجل لينكد ليست ان انا اعمل بوينتر ياخدني من اول الهيد لغايه ما يوصل لقبل التيل. لكن في الحاله اللي انا واقف فيها دلوقتي لا، هقول له ارو بريفيس على طول ارجعني للي قبليه. يبقى هنا اقدر اعمل ترافيرس للليست دي، سواء فورورد ان انا اتحرك هيد ارونكس 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 لغايه ما اوصل في الاخر، او اللي انا واقف في التيل واعمل ارو بريفيس ارو بريفيس ارو بريفيس لغايه ما اوصل للهيد. بيديني اريحيه ان انا اتحرك في الليست تحت سواء فورورد او باكورد، ودي بتسهل لي وبتقلل لي الكومبلكستي بتاعه الفانكشناليتي. طيب ده مثال. لو انا عندي لينكد ليست فيها ثلاثة ايتم، تو ان الهيد بيشاور على ستة، والنكست نود للهيد اللي هي الخمسة، والديل اللي هي ثمانية زي ما قلنا من شوية، والناس تجاوب معايا بس عشان نتأكد ان الصوت واصل. يعني
مين البريفيوس بتاع الهيد اللي هو الستة؟ مفيش عشان ده بس مين النكست بتاع الهيد؟ الخمسة. خمسة. مين النكست بتاع الخمسة؟ تمانية. مين البريفيوس بتاع الخمسة؟ تمانية. من هنا ستة. تمانية ستة. مين النكست بتاع التمانية؟ ما فيش ده اخر نوم العشرة عشان ده اخر لا لسه ما فيش عشرة مين البريفيوس بتاع التمانية؟ الخمسة. هنا انا بقولك المثال انا هو ان انا عايز اد تو تيل ان دبل لينكد ليست ان انا معايا نود جديدة النود الجديدة لو لاحظتوا العشرة ما هياش مربوطة باي حد خالص اهي لسه ما عملتش اي اكشن على العشرة العشرة دي نود جديدة سوري هي عملت نيو نود ومسكها بوينتر اسمه تيمب او كارنت او ايا كان يعني مش هتلاقي مربوطه لا بنكست ولا بريكست ولا اي حاجه خالص كل اللي فيها ان انا معايا نود حجزتها في الميموري ومسكها بوينتر واحد ما انضفتش لسه للايه للدبل لينكد ليست انا عشان اضيفها لازم اعمل شويه الخطوات اللي جايه دي ودول لازم يبقوا في دماغ حضرتك كويس جدا عشان دول البوينتر اللي هتعملها هاندلنج طيب اول حاجه انا واقف على النود اللي هي العشرة ماسكها ببوينتر سي مثلا اسمه تي او تم كنت هنا اول خطوه هقول له خد التي ارو بريفيوس خليه بمين بمين يا شباب اللي هي الخطوه دي بالتيل يبقى خليت العشرة تتربط بالبريفيوس بالتي طب النكست بتاعها هيبقى مين النكست بتاع العشرة هيبقى نال بنعمل اهوت اللي هي الخطوه دي لان دي هتبقى هي المفروض هتبقى اخر واحده لان انا بضيف في التيل بضيف في الاخر يبقى اول حاجه خليت النكست بتاعها بنال والبريفيوس بتاعها بمين بالتيل يبقى ده اول سطر كود هكتبه هنا بعد ما عملت النيو نود خد التي ارو نكست بنال وهنا خد التي ارو بريفيوس خليه بالتيل طب اللي بعد كده روح خلي التيل يشاور على التيل تساوي النود الجديدة هنا خلي التيل يشاور على النود الجديدة اللي هي تي هقول له خلي التيل يشاور ايه بالتي طيب ايه اللي تم كده؟ باقي حاجة واحدة اللي هي ايه؟ ان النود اللي هي كان بيشاور عليها التيل يبقى النكست بتاعها هي النود الجديدة صح؟ اللي هو ده صح يا شباب؟ تمام تاني عشان ما تنسوش انا هنا عملت الموضوع في اربع خطوات الجديده فيها اتنين بوينتر اول حاجه قلت له اللي هي دي خلي النكست بتاع النود الجديده بنال لان دي هتبقى اخر واحده تاني حاجه قلت له خلي البريفيوس بتاع النود الجديده دي هو التيل تالت حاجه قلت له خلي التيل يشاور على مين على اخر نود رابع حاجه قلت له خد التيل ارو بريفيوس ارو نكست بيساوي التيل عشان ان ده يشاور لي هنا طب تعالى نكتب ده الكود ده في الجنب لو انا عندي التيل بوينتر هو اسمه تيل والتمب او النيو نود اسمها ان او تي خلينا نقول اسمها تي كانت اول سطر هقول له خد التي ايه ناس تمليني لو سمحتوا ان التي دوت بريفيوس يساوي التيل ارو بريفيوس او الاول التي بدنا نمشي بالترتيب هنا التي ارو نكست بيساوي ايه؟ نال اللي هو السطر ده صح؟ طب تاني حاجه التي ارو بريفيوس بيساوي ايه؟ التيل بيساوي التيل تالت سطر التيل بيساوي التيل بيساوي التي صح دكتور المفروض كنا قلنا التيل ارو نيكست يساوي التي التي ارو نيكست يساوي نال دي اول واحده عندك مشكله فيها لا يا دكتور انا بتكلم ان الثمانيه كده النيكست بتاعها لسه مش النيو تي هم اربعه دي واحد دي اثنين دي ثلاثه ادي اربعه
طب انا عايز اخلي النكست بتاع ال 8 يبقى ال 10، هعملها ازاي وانا التيل ضاع مني؟ ممكن اقول تيل ارو بريفيس ارو نكست بيساوي التي. برافو تيل، انا التيل كده بشاور على 10 وارو بريفيس بتاع موجود، ارو بريفيس رجعني لل 8، ارو نكست هخليه بيساوي كام؟ بيساوي اللي هي التي، للناس اللي هي مش فاهمه انا قلت ايه اخر خطوه. انا التيل هنا بقى بشاور على 10، لما اقول له التيل لو شاور على 10 ارو بريفيس هيروح موديني هنا على 8، ارو نيكست كان الاول هنا ارو نيكست اهوت هخليه بايه؟ يروح يشاور لي على 10 تاني، لان انا اقول له فوق التي اللي هي النود الجديده. دول الاربعه ستيب ان انا عشان اضيف نود في اخر الدبل لينكد ليست. في السنجل لينكد ليست انا كنت بعالج بوينتر واحد اللي هو النكست، هنا لازم اعالج الايه؟ اثنين بوينتر، اثنين في النود الجديده واثنين في النود اللي ايه؟ اللي قبليه. النكست والبريفيس بتاع النود الجديده والنكست والبريفيس بتاع مين؟ النود اللي هي قبليه، وطبعا كتير اخليه بيشاور على اخر نود بعد كده، واروح ازود الكاونت بتاع عدد النود في الدبل لينكد ليست بايه؟ واحد. كمينينج لغايه دلوقتي بعيدا عن الكودينج، كمينينج الناس فاهمه؟ اه يا دكتور تمام. مش كسر الشباب. طيب لو عايز ارموف فروم تيل ان دبلينج ليست، انا عايز ارموف ال 10 اللي انا لسه ضايفها من شويه، ايه الخطوات بتاعتي؟ انا التيل بيشاور على 10، هعرف وانت بيشاور على اخر نود اللي هي دي وليكن اسميه ار. ار هتشاور لي على مين؟ على النود اللي هي 10. انا عايز التيل يبقى اللي قبليه، اول خطوه اقول له خلي التيل بيساوي ار ارو بريفيوس او تيل ارو بريفيوس، عشان التيل بدل ما كان بيشاور على دي هيروح يشاور على دي. طب تاني خطوه خلي التيل بدل ما كان بيشاور على نود ثانيه خليه بايه؟ بنال اللي هو ارو نيكست اللي هو ده، بدل ما كان بيشاور على اللي ورايا هخليه بكام؟ نعم دكتور. طب هو مش كده حصل ميموري ليك ان انا ما مسحتش الاخيره؟ ما هو لازم يعمل ساعتها ديليت للنود اللي هي الار. هو انا مسكت النود دي معلش ممكن اللي فتح اللي عشان اعمل ايكو جامد. بص يا باشمهندس انا عايز امسح اللي هي التيل صح؟ باشمهندس اللي كان بيسال. ما حضرتك يا باشمهندس، ما حضرتك يا دكتور. هقف عليها بوينتر تاني اسمه ار. اوكي؟ وهروح اخلي التيل يشاور على البريفرنس بتاعها. فالنود دي ممسوكه معايا بوينتر تاني اسمه ار، بعد ما اخلص تظبيط البوينتر دي في الاخر خلاص هاجي هنا اقول له ديليت اللي هي النود اللي هي الار، فهشيلها من الميموري. فهمت يا باشمهندس ولا لسه؟ اه يا دكتور. اوكي فهنا لو انت فعلا ما عملتش ديليت للار كده هيبقى في عندك ليك كام ليكج في الميموري. طيب احنا هنا اتكلمنا على ال على الانسيرت في التيل وريموف من التيل صح؟ طب بنفس المنهجيه لو انا عايز اعمل انسيرت في عند الهيد وريموف من الهيد فيها مشكله؟ الموضوع كله فهمي وتظبيط بوينتر. ان انا عندي لو انا عايز اضيف نود في الحته دي اوكي لو انا عايز اضيف نود جديده هنا قلت اللي هعملها ايه؟ هخلي النكست بتاع الهيد هي النود الجديده والبريفز بتاع النود الجديده يبقى الهيد، ثم بعد كده النكست البريفس بتاع الخمسه يبقى النود الجديده والنكست بتاع النود الجديده يبقى هو الخمسه. كده انا حطيت النود في المكان المظبوط. يعني المثال هنا اهوت لو انا رسمته على جنب دلوقتي ان انا كان الوضع عندي بالشكل ده، دول الاثنين نود القدام، ده النكست بتاعه بيشاور هنا وده البريفس بتاعه بنال
وده البريفيس بتاعه بيشاور على دي. ودي النود الجديده. انا كل اللي عايز اعمله ايه؟ عايز النكست بتاع ده يشاور هنا. اوكي؟ واروح لاغي ده. والبريفيس بتاع الاخ ده يشاور هنا. والنكست بتاع الاخ ده يشاور هنا. اوكي؟ والبريفيس بتاع الاخ ده يشاور هنا واروح شايل اللينك ده. فيصبح عندي الشكل النهائي ان هو هنا ده رايح جاي ثم ده رايح جاي. الموضوع كله فهمي برضه للبوينت رايحه ازاي وجايه ازاي، وهنبدا ناخد برضه سامبل كود مع بعض كمان شويه. طب انا لو بضيف في النص بنفس المنهجيه بالظبط، انا في الاخر عندي اربعه بوينتر لازم اظبطهم اللي هم النكس وبريفيس بتوع النود اللي قبليه والنكس بروفيس بتوع النود اللي بعديه وانا. الترتيب يعني مش مهم قوي الا بعض الحاجات البسيطه زي، لكن في السنجل ليج ديست لا الترتيب كان مهم جدا، لان لو اخطات في الترتيب ممكن النود اوقع الكونكشن بتاعت اللينكد ليست كلها. لكن هنا لا، يعني هنا ممكن انا عندي اكتر من بوينتر براعي بس في البدايه الاول، وبعدين الاوردر بتاع تثبيت البوينتر مش هيفرق كتير، لان النود انا ماسكها باثنين بوينتر مش بوينتر واحد. طيب خدنا لغايه دلوقتي المينينج بتاع السنجل لينكد ليست والسيركل والدبل لينكد ليست. الهيد البريفيس بتاعها احنا قلنا ايه دلوقتي؟ البريفيس بتاع الهيد كان بايه؟ بنال. والنكست بتاع تيل كان بايه؟ بنال. بنال. لو انا خلي النكست بتاع الهيد يشاور على التيل و سوري البريفيس بتاع الهيد يشاور على التيل والنكست بتاع التيل يشاور على الهيد، انا خليت اللينك بتاعتي دايره سيركلر، ان انا لو قلت في التيل ارو نكست يوديني للهيد، وانا لو في هيد ارو بريفس وديني للتيل. في الحاله دي هدخل على مينينج اسمها سيركلر لينك ليست. ما بقاش عندي الاند تيل والاند الهيد والتيل ابوينتر بشاور على البدايه والنهايه، لكن وانا في التيل اقدر اروح للهيد، مش لازم اعمل ارو بريفس لغايه ما اوصل الاول تيل. لا ده انا في التيل ممكن اروح رايح للايه؟ الهيد مباشره، وانا في الهيد اقدر اروح للتيل مباشره. في الحاله دي اللينك ليست بتاعتي اسمها سيركلر، وهنتكلم برضو بالتفصيل كمان شويه. يبقى لو انا جيت دلوقتي اتكلم على انواع اللينكد ليست، انا عندي كام نوع؟ ثلاثة. لو جيت نتكلم صح هم أربعة. سنجل لينكد ليست وسيركولار لينكد ليست. ما السنجل لينكد ليست ممكن أخليها سيركولار برضه. ودبل لينكد ليست وسيركولار لينكد ليست، دبل لينكد ليست. المينينج بتاعهم كلهم بيختلف في الـ في المانيبيليشن للبوينتر نفسها. اوكي؟ الكتاب اللي انا هبدا اعرض منه الكود كمان شويه جايب لك اكزامبل وجايب الكود بشكل يعني سلس. انا يهمني في المحاضره انك تفهم المينينج بتاع الاوبريشن في اللينكد ليست. الكود هتلاقيه مشروع بشكل سلس، فيعني ما تشغلش بالك انك تحفظه، لا خالص. انت لو فهمت المينينج بنفس الاليه اللي قلت لك من شويه. انا عندي ثلاثه نود عايز احط اثنين نود عايز احط واحده في نصهم، وانا عارف يعني ايه نكست وعارف يعني ايه بريفيس، عايز اظبط البوينتر دي مين اللي هيبقى بريفيس بتاع الثاني ومين هيبقى نكست بتاع الثاني. لو انا فاهم هكتب الكود بكل سلاسه، مش ادنى مشكله خالص، مش بتطلع احفظ الترتيب ولا اي حاجه خالص. هنا بيوريك ان السيركلر يعني التيل النكست بتاعه بيروح للهيد وهكذا. ده المينينج بتاع كلمه ايه؟ السيركلر. في الحالات دي السيرش هتلاقي الاوردر بتاعه زي ما قلنا قبل كده اوردر اوف ان. ممكن احسنه شويه بس مش هدخل في الجزئيه دي دلوقتي. لو انا بصيت للاس تي ال از ستاندرد تيمت لايبرري ممكن تستخدمها، بس احنا الشغل بتاعنا اللي هنعمله احنا هنبني الليست بتاعتنا سواء ايه؟ ليست او لينكد ليست او سنجل لينك ليست او دبل لينك ليست او سيركلر. بيجن يرجع لي البوينتر على اول واحد. التريتور ريفرس ان انا ممكن اتحرك اعمل بوينتر اتحرك بيه ريفرس تريتور وبيجن نفس القصه. ريفرس ان انا اطبع او اعرض الليست بتاعتي ريفرس اوردر
ريموف ان انا امسح ايتم معين، اند والبيجن ده اللي هما الهيد والتيل. عندي كذا نوع من الانسرت، في ان انا بانسرت في الاول وانسرت في الاخر. عندي ان انا ميرج اتنين ليست مع بعض، ريموف اليمنت، السورت سورت بكذا طريقه، اخد ليست اضيفها جوه الثانيه من اول بوزيشن لبوزيشن ثاني. يونيك لو الايتم موجوده فاختار نعملها ريموفنج. عندي مجموعه من الفانكشناليتي كثيره جدا. دي مجموعه كونستراكتور كنا اتكلمنا في الليست برضه ان عندي كذا كونستراكتور ديفولت وكذا كونستراكتور، كل كونستراكتور بيعمل فانكشناليتي معينه. بوب باك، بوب ان انا بريموف بشيل، بوب باك بيشيل من الاخر، بوب فرونت بيشيل من الاول. وهنبدا برضه نتكلم في السلايد الثانيه اللي هي من دكتور. ايوه، هو الليست اللي هي في الاس تي ال ديت هي مبنيه ككود على فكره اللينكد ليست ولا اري؟ هتلاقي البدايه خالص انا ما ببصش هي مبنيه ازاي، هو عامله ازاي. بترجع لكذا حاجه لما احنا اتكلمنا على الابستراكشن. ايوه ابستراكشن تمام. انا ما بهتم لكن انا وانا بعمل حاجه بالايديه انا اللي ببقى محدد ان انا عاملها ليست ولا لينكد ليست ولا دبل لينكد ليست. اوكي تمام يا دكتور. طيب النقطة الثانية بقى أنا هنا في حاجة تعيد عليها تاني بسرعة برضو. دي خدناها المرة اللي فاتت وصلنا وبيت. دي الاوبريشن اللي اتكلمنا عليها. كنا وصلنا المره اللي فاتت دي الفانكشنات اللي موجوده في اللينكد ليست العاديه. السلايد باينه قدامكم؟ اه تمام. اوردر اوف 1 الديفولت، اوردر اوف 1 ديستروي، اوردر اوف ان فرونت 1 الاند 1 انشلايز اوردر اوف ان برنت اوردر اوف ان لينس فرونت اوردر، كل دول اللي بيرجع لي اللينس او الفرونت او الباك. اوردر اوف 1 كاب ليست اوردر اوف ان ديستراكتور كاب ديستراكتور اوفرلودنج اساينمنت، كل ده اوردر في اوف ان. لو انا عامل الليست بتاعتي وهي في الحاله دي ان اوردر لينكد ليست، ان اوردر لان انا مش مهتم بالترتيب بتاع الايتم اللي دخل. الاوبريشن هتبقى اللي موجوده عندي زي اللي احنا خدناها اللي هي السيرش والانسيرت والانسيرت فيرست ولاست وديليت نود. في صفحه 292 لو جينا هنا فتحنا الكتاب معانا